الساعات القليلة الماضية تلاقي إشاعات أو شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي من فصيل أو فصائل معروفة. إلحق ده فلان اتقتل وقتلوه وبتوع الشرطة قتلوه أثناء مش عارف إيه. إلحق ده فلان لقوه مقتول في الحتة الفلانية ومرتبط بإيه. شائعات في كل مكان كل يوم كل يوم. لو الأجهزة اهتمت بكل شائعة ومشينا وراها مش هنشتغل. بالتالي لابد ان يكون في مساحة كبيرة وعميقة من الوعي الذاتي ان احنا نفرز بقليل من التركيز والفهم ايه الصح وايه الغلط. الحق يا عم ده في ضابط شرطة قتل واحد. الحق زي ما عمل قبل كده في سيدي براني وعمل مش عارف فين وبيتكلم على الإسماعيلية وبيتكلم. شائعات لن تنتهي والله لن تنتهي لانه في استهداف لجهاز الشرطة المصرية. في استهداف للقوات المسلحة المصرية. في استهداف للقضاء المصري اهو بقول اهو بشكل واضح جدا. وكل يوم بنخش معارك وبنقول وبنعيد وبنوضح للناس وبرضه بنتشتم لكن كله يهون عشان مصر. النهارده وزاره الداخليه قالت لا صحه لما تناولته القنوات الفضائيه التابعه لجماعه الاخوان الارهابيه بشان ملابسات وفاه احد المواطنين بمحافظه المنيا. ايه اللي حصل؟ الوزاره بتقول ان المذكور احد تجار المواد المخدره. سبق اتهامه في 9 قضايا ومطلوب للتنفيذ عليه بالحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى. يعني راجل مجرم ضليع في الإجرام. راجل إيه؟ مجرم ضليع في الإجرام. عنده 9 قضايا مخدرات. معلش يعني لما يجي أنا عندي على الصفحة بتاعتي ورسائل وغيره وميلاد ناس كتير تكلمني والله أكتر حاجة يقول لك يا عم المخدرات المخدرات العيال بتشرب شابوه بيشربوا مش عارف صراصير ولا اسمها ايه حاجات اسماء كل شويه تطلع مخلقات ولا مخلسع العيال 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 ستروكس وايس وحاجات ما انزل الله بها من سلطان. ده الواحد اللي بيسمعه وبيشوفه ده اللي بيشرب حشيش يعني بقى حاجه بقى من الناس يا نهار اسود حاجه غريبه جدا. فالناس بتشتكي لما يجي بقى الدوله تعمل ايه؟ خد بالك الدولة تروح العيال الصغيرة اللي بيقعد يوزع ولا بيعمل هيمسكه هيجي يجيبوا غيره يمسكوا يجيبوا غيره. فالدولة مركزة في قضايا المخدرات على الرؤوس وعلى الناس الفاعلين وعلى المنبع تكثيف المنابع والإدارة العامة للمخدرات وزارة الداخلية والأمن العام والمباحث والأمن الوطني كله شغال في هذا الاتجاه بتنسيق إن أنا عايز أجفف منابع المخدرات والمصنع واللي بيعملوا غيره. لما يجي بقى أمسك واحد ويكون بالتأكيد تجار مخدرات زي الافلام بنشوف وعنده سلاح وعنده بلطجيه وعنده بيعمل ايه؟ هو بسرعه عايز ينجو بنفسه بيستخدم السلاح ضد الشرطه. الشرطه تقف تتفرج؟ لو الشرطه وقفت اتفرجت نقولوا ايه؟ امال فين الشرطه؟ ولو الشرطه يقول لك امال فين الشرطه والمخدرات؟ طب ما الشرطه بتكافح اهي الشرطه بتشتغل ليل ونهار اهو عشان اقضي على تجار المخدرات واقضي على الارهاب واقضي على السرقه واقضي على الجريمه وفيه ضحايا وفي ناس بتتصاب وفي ناس شهداء وفي ناس ما هو الشرطه دول ايه؟ ما هم ولادنا بيدافعوا عننا وبيدافعوا عن مقدرات البلد. بقول يا جماعه لما يجي قصه زي دي الحق ضابط شرطه ضرب واحد ده بيعرف القصه. القصه هي بتقولها وزاره الداخليه. حيث تم اعداد اكمنه له اثناء قيامه ده الراجل المجرم ببيع بعض المواد المخدره وحال استشعاره بالقوات قام بالتعدي على افراد القوه واطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزات اتجاه القوات ضرب نار عليهم. اسفر التعامل عن اصابته بعيار ناري بالذراع الايسر. تم نقله المستشفى الا انه توفى وعثر بحوزته على كميه من مخدر حشيش السلاح المستخدم وعدد من الطلقات الناريه. كما تم ضبط 3 اشخاص كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدره لهم وبحوزاتهم كميه من المواد المخدره المشتراه وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه. طيب شائعات منتشرة انه شرطة ضربت واحد موتته. شرطة ردت وقالت يا جماعة لا الراجل ده كان بتاجر مخدرات واثناء القبض عليه ضرب نار على القوة، القوة اتعاملت معاه اتصاب نقل المستشفى مات. نقطة. ايه بقى؟ اقعد بقى اطلع قصص وروايات وسيناريوهات وغيره. ايه الموضوع؟ يعني يا جماعة يعني رفقا بانفسنا، رفقا ببلدنا، رفقا بمؤسساتنا، رفقا بجهازنا الشرطي. رفقا بقواتنا المسلحة، رفقا بقضائنا، رفقا بإعلامنا، رفقا بدولتنا لأنه اللي بيحصل كتير. اللي بيحصل النهاردة ضد مصر البلد، الوطن، الدولة، ضد الأمة المصرية، ضد المؤسسات كتير. اللي بيحصل النهاردة ضد البلد دي كتير محتاجة كل صاحب قلم، كل صاحب رأي،
كل صاحب لسان، كل مواطن، كل واحد بيقرا، كل واحد بينقل، كل واحد بيشير، كل واحد بيعلق، كل واحد بيعمل لايك، ينتبه انه البلد مستهدفه.